ضروري تجربوا هالأكل اللي جامع بين الكبسة والرز البخاري، واللحمة طالعة فيها دايبة مثل الزبدة. بطنجرة على النار بذبل حبة بصل مقطع جوانح رفيعة، بضيف الجزر اللي مقطع لأعواد وبقلبهم مدة دقيقتين، بضيف الحمص اللي نقعته ليلة كاملة وتاني يوم سلقته لحتى استوى، بقلبهم وبضيف راس توم كامل دون ما أقشره، وعلبة معجون طماطم بقلبهم مع بعض وبتركهم يتسبكوا لغاية ما أشم ريحة معجون الطماطم، بضيف الرز اللي غسلته ونقعته مدة ساعة، معلقتين بهارات كبسة وملح، بقلب الرز وبحمصه مع المكونات تقريبا بياخد مدة 3 دقايق، وبعدها بوزع اللحمة اللي سلقتها. طريقتها مكتوبة أسفل البوست. بوزع مرقة اللحمة وبغطي الطنجرة. في البداية رح تكون النار على أعلى شعلة، ومجرد تتفتح حبات الرز بهدي النار وبتركه لغاية ما يتنشف الرز. إضافتي للجزر والحمص أعطى الأكل طعم كتير مميز، وبالعافية.